الآن مباشرة همام مجاهد مراسل النهار اليوم من أمام أكاديمية الشرطة. همام، أهلا بك. نعم ياسر، هي اجراءات امنيه مشدده امام اكاديميه الشرطه استعدادا لمحاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين او من قيادات الاخوان المسلمين في القضيه المعروفه بالهروب من وادي النطرون، اضافه الى محاكمه اخرى او قضيه اخرى وهي قضيه التخابر مع جهات اجنبيه. من المعروف ان هذه الجلسه هي الجلسه المفترض ان تكون الجلسه الختاميه في هذه القضيه او في هاتين القضيتين. الجلسه السابقه احال القاضي في قضيه وادي النطرون الهروب من سجن وادي النطرون الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين يقتربون من 106 أشخاص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه في هذه القضية، بينما أحال المفتي أيضا 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بين 36 شخصا في قضية التخابر إلى فضيلة المفتي. من يعني يذكر أن فضيلة المفتي أو رأي فضيلة المفتي هو رأي استشاري في هذه القضية، قد يأخذ به القاضي أو لا يأخذ به القاضي. على كل إن هي دقائق قليلة وتبدأ فعاليات هذه الجلسة، الجلسة الأخيرة لهاتين القضيتين. هناك إجراءات أمنية مشددة حول أكاديمية الشرطة، وهناك عدد من الطائرات المروحية التي تحلق في سماء أكاديمية الشرطة تأمينا لهذه المحاكمة التي سوف تبدأ بعد دقائق قليلة من الآن. هل هناك من أي مشكلات أو أي أحداث غير طبيعية حدثت حتى الآن همام في مقر أكاديمية الشرطة والمنعقد فيها المحاكمة؟ كان عفوا ياسر، لم اسمع السؤال. هل هناك من اي مشكلات حدثت او اجراءات غير طبيعيه حدثت حتى الان امام اكاديميه الشرطه حيث مقر المحاكمه؟ يعني الامور تبدو اعتياديه وتبدو طبيعيه امام مقر المحاكمه، هناك المئات من رجال الامن ومن مدرعات الشرطه التي تقوم بتامين وبحراسه اكاديميه الشرطه من الخارج. اعتدنا في هذه المحاكمات الرئاسيه انجاز التعبير سواء للرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس الاسبق حسني مبارك ان تكون هذه الاجراءات هي امنيه مشدده، يعني حول اكاديميه الشرطه وفي محيط اكاديميه الشرطه هناك المئات من جنود وضباط الشرطه ومن سيارات الامن المركزي التي تقوم بحراسه وبحمايه هذه الاكاديميه والمنطقه بشكل كامل، إضافة إلى كما قلت عدد من الطائرات المروحية التي ربما ترصد وربما تحلق في سماء أكاديمية الشرطة لتأمين هذه المنطقة وتأمين يعني دخول وخروج المتهمين إلى داخل المحكمة. شكرا لهمام مجاهد مراسل النهار اليوم من أمام أكاديمية الشرطة، وسوف نعاود الاتصال به على مدار اليوم وأثناء التغطية المستمرة مشاهدينا الكرام على شاشة النهار اليوم لمتابعة أحداث المحاكمة. وإليكم الآن مشاهدينا الكرام أهم ما جاء في هذا الموجز الإخباري من أنباء اليوم. الحكم على مرسي وبديع في قضيتي السجون والتخابر. السيسي في الخرطوم للمشاركة في تنصيب البشير رئيسا للسودان. الأمن يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف ضباط وقضاء وإعلاميين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومتواصلون مع حضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية حية ومستمرة ومتابعة للمحاكمة التي تجرى بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في محمد مرسي الرئيس المعزول وعدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، وأيضا قضية التخابر مع بعض المنظمات الإرهابية وبعض الدول الأجنبية. طبعا احنا عارفين ان جلسة المحاكمة بدأت منذ قليل بوصول هيئة الدفاع عن المتهمين وأيضا وصول رأي فضيلة المفتي، حيث كانت المحكمة منذ أسبوعين قامت بالحكم على
محمد مرسي و 122 متهم آخر بالإعدام، وأرسلت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي. وسوف تقوم المحكمة اليوم بالنطق في هذه القضية وأيضا في القضية الأخرى، وهي قضية التخابر مع منظمات إرهابية ودول أجنبية. سوف تقوم المحكمة اليوم بالنطق بالحكم في هذه القضية أيضا. كنا منذ قليل قد تابعنا الأحوال من أمام أكاديمية الشرطة عن طريق مراسل النهار اليوم همام مجاهد، حيث وضعنا في الأجواء لديه، وهي أن الأجواء هناك يعني طبيعية ولا يوجد أحداث أو مشكلات حدثت منذ الصباح. وأيضا أشار إلى أن هناك إجراءات أمنية مكثفة في محيط المكان من حيث انتشار الأفراد الشرطة والضباط في محيط المحاكمة، وأيضا على الطرق المؤدية إلى المحاكمة من سجن برج العرب وسجن طورة. وأيضا هناك كانت العديد من الطائرات الهليكوبتر تحلق فوق مقر المحاكمة طبعا لمتابعة الحالة الأمنية، وأيضا للكشف عن أي خلايا أو أي عناصر تحاول أن تقدر السلم العام أو تحاول تعطيل المحاكمة. يعني هناك أيضا 163 متهم في القضية الأخرى، وهي قضية التخابر، وهناك 122 بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي كانت المحكمة حكمت عليهم بالإعدام. واليوم بعد وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وهو رأي استشاري، سوف تقوم المحكمة اليوم بالنطق بحكمها في هذه القضية. ونحن طبعا نتواصل ونتابع معكم أحداث المحاكمة اليوم وحتى انتهاء هذه الجلسات. حتى الآن مشاهدينا الكرام لم تصدر المحكمة حكمها النهائي والأخير اليوم بشأن هذه القضية. وطبعا هناك من إجراءات أمنية مشددة، يعني يمكن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 20,000 من أفراد وزارة الداخلية ومن أفراد الشرطة سيقومون بتأمين هذه المحاكمة وجلسة المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأيضا الطريق المؤدي إلى المحاكمة. مرة أخرى همام مجاهد ينضم إلينا من أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ليوافينا بآخر التطورات. همام، ماذا لديك من جديد؟ همام أهلا بك. ننتظر لحظة النطق بالحكم في هاتين القضيتين. يعني أهلا بك ياسر وأهلا بالسادة المشاهدين. ما زلنا ننتظر لحظة النطق بالحكم في هاتين القضيتين. هناك عدد من السيناريوهات التي ربما تكون محور القضية أو محور جلسة هذا اليوم. السيناريو الأول هو وصول تقرير المفتي بشأن هؤلاء الذين حكمت أو الذي أحالت المحكمة أوراقهم إلى فضيلة المفتي في الجلسة السابقة، ومن ثم سوف تقوم هيئة المحكمة اليوم بالنطق بالحكم في هاتين القضيتين. بينما السيناريو الثاني هو تأخر وصول تقرير فضيلة المفتي إلى هيئة المحكمة، وبالتالي سوف يمد أجل النطق بالحكم في هاتين القضيتين. هاتين القضيتين هما المعروفتان باسم التخابر مع جهات أجنبية، هذه القضية الثانية، بينما القضية الأولى هي القضية المعنية بالهروب من سجن وادي النطرون. في قضية الهروب من سجن وادي النطرون حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالإضافة إلى 106 آخرين بإحالة أوراقهم، لم يحكم بعد، لكن هناك قرار من المحكمة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي. بينما في القضية الثانية هي قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حماس، تم الحكم على 16 أو تم هناك قرار من المحكمة على 16 من المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي. اليوم نحن بانتظار، سوف نتقصى إذا ما كان يعني تقرير فضيلة المفتي وصل إلى هيئة المحكمة أم لا. هنا بالخارج وسائل الإعلام مكتظة أمام البوابة التي من المفترض أن تدخل من خلالها وسائل الإعلام، لكن قاضي المحكمة وهيئة المحكمة التي وصلت بالفعل إلى داخل
المحكمة إلى داخل أكاديمية الشرطة حيث تجري وقائع هذه المحكمة، يعني تمنع دخول كاميرات أو وسائل الإعلام إلى داخل هذه المحكمة عدا الصحفيين والكاميرات، كاميرات الصحف ليست كاميرات الفيديو أو كاميرات التلفزيون عدا التلفزيون المصري الذي هو مخول بنقل وقائع هذه المحاكمة. بالنسبة للتأمين هناك المئات من ضباط وأفراد قوات الشرطة الذين يقفون خارج أكاديمية الشرطة يؤمنون سور أكاديمية الشرطة من الخارج بالكامل في منطقة التجمع الأول. هناك العديد من الطائرات المروحية التي تحلق في سماء أكاديمية الشرطة تأمينا لهذه المحاكمة. من المعروف أن الرئيس المعزول محمد مرسي يأتي إلى مقر المحاكمة عبر إحدى هذه الطائرات المروحية. لا ندري تحديدا متى وصل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة، لكن ما علمناه أن معظم أو جميع المتهمين وصلوا بالفعل إلى مقر أكاديمية الشرطة كما اعتدنا في هذه الجلسات الرئاسية التي يكون فيها نقل المتهمين في وقت مبكر من صباح اليوم نظرا للظروف الأمنية في عملية نقل المتهمين من مقر سجنهم إلى أكاديمية الشرطة. هناك عدد من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين محكوم عليهم بالفعل بقضايا إعدام، ومن ثم سوف يحضرون هذه المحاكمة بالزي الأحمر وزي الإعدام، بينما آخرين محكوم عليهم في عدد من القضايا بالحبس أو بالسجن، وبالتالي سوف يحضرون بالزي الأزرق. الرئيس المعزول محمد مرسي بالتأكيد سوف يعني يحضر هذه المحاكمة، يعني حضور هذه المحاكمة هو حضور وجوبي للرئيس المعزول محمد مرسي. نحن الآن في انتظار وقائع أو بدء وقائع هذه المحاكمة التي كان من المفترض أن تبدأ في حوالي الساعة 10، ولكن ربما تأخرت قرابة الساعة إلى ربع حتى هذه اللحظة. بين الحين والآخر ربما تبدأ في أي لحظة هذه أو يبدأ القاضي في النطق بالحكم في هذه القضية. نعم، شكرا لهمام جاهد مراسل النهار اليوم، وسوف نعاود الاتصال به كلما كان لديه جديد. مشاهدينا الكرام، التالي رصد بالقضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.